يا اخوتي، قبل ما نبداو الفيديو بغيت نقول لكم هذه سميتي كاع الناس اللي باغيين يلعبوا معايا اجوتوني غادي اكسبتيهم كاملين. سميتي ما تبدلش حيت كنت بدلتها. المهم داش واحد الكود كرياتور ديالي اللي هو هذا، ها هو ياسين شاطر وسط الصواب. كنت حجي هنا كنت واقع على سيت بروف كرياتور، كنت دير بحال هكا، تكتب هنا ياسين شاطر وسط الصواب، كنت دير اكسبتي، كيطلع لك هنا في في. كنشكر كاع الناس اللي كيدعموني سي بوان كرياتور على هادشي كامل، عاودتكم باش نأسستو نواش ونسيبورتيكم، واللي ربح شي تون هو غنعطيوه فلوس ان شاء الله. المهم خليكم على الفيديو وبيس عليكم. ياو الدراري، السلام عليكم، معكم ياسين صاحب فيديو جديد. اليوم غادي نجاوبكم على الاسئله ديالكم انا عمل سي دي. المهم قبل ما نبداو الفيديو، سي بوان كرياتور ديالي اللي شفتو سيبورتيوني فيه، كنعتذر ثاني، كنعتذر بزاف باش كنقول لكم غنلوح عليكم فيديو، غنلوح فيديو وما لحقتوش. علاش اخوتي ما لحقتوش؟ كان عندي اسباب، كان ضرني راسي وكان عندي شي لعيبات خصني نديهم نقضيهم ضروريين باش نتوما تشوفوا من هنا لقدام. المهم قبل ما نبداو الفيديو الدراري ونجاوبكم على الاسئله، بغيتكم تدعموا واحد السيد هو اللي سميتو بلوكو جيمر، اول مغربي اللي بدا الجيمنج وتقريبا ما مشهورش ما والو، ما مدعمينوش دي يوتيوبرز كبار، هو اللي كان دعمهم شحال هادي وكان بدا وما كملش ورجع عاوتاني بدا وما كملش. المهم بغيتكم تفوتوا عليه في مروك ويب او وسط الدراري، غتلقاو ليا في الديسكريبسيون، ما تخسر والو، غير دخل الفيسبوك ديالك غتفوت عليه صافي، غتلقاو ليا في الديسكريبسيون، غادي تلقاو ليا في الكومونتيرات. المهم الدراري اش كنت باغي نقول لكم؟ المهم دابا غادي نبداو في الاسئله، الاسئله نعم سيدي، الاسئله الصعبه ديالكم نعم سيدي، والاسئله الصعبه ديالكم كانت صعيبه جدا جدا وقويه. المشكل الثاني هو ما قدرتش ندوزهم كاملين لانهم نتوما خرجتوا لي وصدمتوني في الصراحه، وكملت 20000 ابوني و 20000 ابوني، قلت لكم شكرا على 5000 وبقيت كنشرح لكم الصراحه، وانتم اللي دعمتوني، انتم سببي باش وصلت 20000. انا كون ما كنتوش انتم كاع ما نوصل انا 20000، يعني انتم انا بلا بيكم انتم والو الصراحه. المهم نبداو على بركه الله، نبداو الاسئله. حسام بيكن، كي جاك تجربه ديال مقطع من الشجره؟ كانت تجربه واعره بزاف، وكنت اكتشفت شحال من حاجه، وكان كانت اول تجربه ديالي فاش كنت صغير، كنت صغير كنت ما درتش اشارات ولكن قليل، فاش كنت فهمتي فاش كنت صغير بحال قلتي عندي ديك 3 سنين عامين. المهم الدراري، وكانت التجربه ديالي واعره، وكان كنت كنمثل ونعيش مع الدار وكاع الناس، نتوما نيت كنتو كاملين كتفرجوا فيا وكنشكركم بزاف صراحه. المهم كان هذا هو السؤال، ندوزو نيكست كويشن. عدم جيم، واش كتربح فلوس؟ دوز هذا السؤال الله يحفظك خويا، اي سؤال محايج كندوزو هنا، مكنهاش من الاسئله. شوف انا اقسم بالله ما كنربحش شي فلوس من يوتيوب، اقسم بالله ما كنربحش من شي فيديوهات في يوتيوب فلوس، اقسم بالله خويا. نيكست كويشن، كيفاش دخلتي للتمثيل وشي ديديكاس؟ ديديكاس خويا مهدي ملان. المهم اولا كيفاش دخلت للتمثيل؟ المهم كنت باغي نمثل انايا الصراحه، كان كيعجبني الدومين ديال التمثيل، كنشوف الممثلين كيمثلوا وتا هما كيتشهروا وشحال من حاجه، قلت علاش انا ما نكونش بحالهم ونوصل الناس اللي في التلفازه واحد الميساج زوين ونعيش. دابا فاش كتمثل اخوت بحال في الواقع كيكون عندك وجه، فاش كتمثل كيولي عندك اوجه فهمتي، يعني خصك تعيش مع ديك الشخصيه وكتولي عندك وجه ديال ديك الشخصيه. المهم كان واحد الكاستينغ ومشيت دوزتو، ملي دوزت داك الكاستينغ قالوا لي لعب واحد الدور ولعبت الدور في داك الكاستينغ وبكيت داك الكاستينغ وما يقبلوني. هادشي اللي كاين. اني الزاكو، علاش ما بقيناش كنشوفوك في التلفازه المغربيه؟ علاش اختي ما كتشوفوش؟ انتوما اللي ما كتبحتوش عليه. المهم سمعوني اخويا، درت ساكن ومسكون، درت مقطع من الشجره في دوزيام، درت حبائل العنكبوت هادو اللي في دوزيام، في الاولى درت مستر سانسون هادو اللي دازو، ولكن جايين درت كثر من 37 فيلم، غير هما اكثرين دي كور ميتراج، اكثرين ديال السينما. غاتمشيو الا مشيتو السينما تلقاو ديال الكورس ديال الفيركوس غادي تلقاوني مثلت فيه. شحال فيلم كاين في السينما ولكن باقي ما كيخرجوش للسينما، يعني كيكونوا في ديفيسيفال عاد باش كيدوزو للسينما. اوتي حبابي ندوزو نيكست كويشن، راني الزاكو، علاش ما بقيناش كنشوفوك في التلفازه المغربيه؟ ويلعب مكتوب في ليتي اختي في التلفازه المغربيه. المهم درت مقطع من الشجره في دوزيام، درت حبائل العنكبوت في دوزيام، درت ساكن ومسكون في دوزيام، هاد ثلاثه دوزتهم في دوزيام. الاولى درت فيها مستر سانسور، ودرت درت كثر من 37 فيلم الدراري، هاد رمضان اللي غادي تشوفوني في حبائل العنكبوت واحد الفيلم اللي هو واعر، وتشوفوني واحد المسلسل حتى هو اللي حلوه زوين واعر، وتلقاو شي افلام ديالي في السينما.
كاين شي فيلم سميتو زعما كاين شي افلام منهم ديال الكورسا. المهم يبحثوا عليا غادي تلقاوني. المهم الا 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 بغيتو ندير لكم شي فيديو غير خاص بالاعمال اللي درت نديرو لي سي سفيان ديديكاس بعدا سفيان سيرت انا ما كنتش فراسي عندك شانيل بونكوغا درتي كامل بسبب كنتو ما حشتو مي بارطاجيتو لي الشانيل شي قلت لكم شحال من واحد ما كيعرفنيش كندير دي فيديو في يوتيوب بسبب كنتو ما بارطاجيتو لي كاع الناس بداو كيعرفوني كندير دي فيديو في يوتيوب ماشي كاع الناس ولكن المهم بداو كيعرفوني واحد 10% بانني كندير فيديو في يوتيوب. السؤال ديالي هو شنو الحلم ديالك في المستقبل وشي ديديكاسي ديديكاسي فيه المحن هو نوصل المليون وعرفتي نوصلت المليون ابوني الدراري غادي ليكم اكبر ميطا اكبر ميطا غادي ديرو غنديرو حنا غنديرو اكبر ميطا في المغرب كامل شي واحد ما كيجيش واحد غيدير دوز واحد السؤال علاش كتعطل بزاف وعلاش ما بيتيش كدير جيمينغ بحال فورتنايت و ابيكس ليج ما لعبه هو ما والو وفورتنايت اللي بغى اجوتيني فيه غيبقى سميتي في الديسكريبسيون وبانت لكم في الاول فيديو وفورتنايت واعره وباقي غادي لكم في فيديو واش فيها. المهم دوزو نيكست كويشن شحال في عمرك وفاش كتقرا شحال في عمرك 17 عام كنقرا في السيزيام صافا شوف شنو كتفضل بابجي ولا فري فاير صراحة كنفضل بابجي والناس كاين دابا فري فاير هي محطمه رقم عالمي دابا في بلاي ستور ولكن انا كنفضل بابجي حيت بابجي فيها لوجيك فهمتي وديك فري فاير فيها ام ازيس وشحال من لعيبه الام كتبقى تابعها. المهم كاين اللي كتعجبو فري فاير ولكن فري فاير انا اصلا كتجيني الكاليتي ديالها شويه في شكل المهم انا ما كتعجبنيش ولكن فورتنايت كنفضلهم عليهم بجوج علاش حيت فورتنايت فيها واحد شويه لوجيك المهم فيها لوجيك ولكن هي ماشي واقعيه لوجيك في اللعب زعما فيها البويل فهمتي نظافه بالفني والعباج الدماغ فيها يعني اللعبه صعيبه بزاف يعني اي واحد الناس ديال بابجي ديال فيفا كيدخلوا لها ما كيفهموا والو ما كيقش بيه والو. نيكست كويشن راب ميوزك واش انت صاحب قول لنا الحقيقه حيتاش انت زوين خاصك شي صديقه نتمنى دوزني خويا لا خويا غادي تدوز ولكن الو نيكست كويشن عبدو علاش انت كائن غير اجتماعي ولكن انت علاش كائن غير اجتماعي جليتش شحال في عمرك اخويا وداد ولا راجا وداد كاينه الحمر وداد ولكن روح رياضيه كلي كتعجبو الراجا كلي كتعجبو الوداد انا كتعجبني الوداد ما كاينه الوداد عشيري طاكسي الضوحه واش مازال غتمثل في شي فيلم وشي ديديكاس ليا يونس من مدينه سلا ديديكاس خويا يونس من مدينه سلا كنحب كاع ولاد دين سلا نادير يعقوبي شحال في عمرك 17 شحال عطاوك اللي مثلتي مقطع من الشجره الله المهم جاي الله هذا سؤال مهم جدا علاش حيت دابا ان كدير لي كومونتير كانوا يقريتهم وكاع دوك لي كومونتيرات كانوا شحال كتخلص من الافلام شحال كتخلص مقطع من الشجره شحال تخلص في الفيلم اجي قول لي واش انت تقدر تمشي عند باباك وتقول لي شحال كتخلص والله يتبارك واحد الطفيقه اسمع علاش حيت هاد السؤال اسمح لي نقول لكم اخوتي وسمحوا لي حيت هاد السؤال ديجا عيب فهمتي تقول شي واحد شحال كتخلص هاني ولكن نتوما بغيتو تعرفوني انا شحال كنتخلص ولكن انا ما نقدرش نقول لكم يعني واش انت عمرك شي ممثل قال شحال كتخلص يعني اصلا ممنوع تقول شي حاجه شحال كتخلص فهمتوا علاش صافي دوزو نيكست كويشن صافي سالوا اسئله اخوتي المهم اخوتي سالوا الاسئله ما تنساوش تفوتوا على الدري بغيتكم تدعموه بزاف دابا نتوما اللي دعمتوا واش غادي تخسروا عندك 5 سكوند ديالك اللي غادي تدعم فيه غادي توافق على اللي غادي تطلع يقول لك فوت دير كوني وشويه غايقول لك كونيكتي في فيسبوك تكونيكتي فيسبوك ديالك غادي تفوتي عليه وغادي تعاون معاه وحنا كاملين خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا يعني انت لما تعاونتيش مع خوك الاخر وخوك الاخر وخوك الاخر ما غادي ما ديروا والو فهمتي يعني حنا المغاربه خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا باش المغرب يولي هو اللي في العالمين ان شاء الله يكون هو اللي هو في العالمين وهو اللي هو في طوندونس في يوتيوب كامل ان شاء الله يكون فهمتوا الا شتي ميريكانيين ولا شي وحدين اخرين كاملين كيتعاونوا مع بعضياتهم يعني حنا غنتعاونوا وقريب فيديو اللي غادي تحطوا لي يمين نقول لكم حطوا لي في انستغرام لي شانيل ديالكم كاملين وغنشوف الكونسيبت ديالهم وغادي نعاونكم كاملين ان شاء الله وندير ثلاثه ديال لي شانيل
كل فيديو عجبوني ما ندير لهم اشاره فهمتي، نقول لهم سيرو تابونوا عند هادو راه كيدير واحد الكونسيبت اللي هو زوين بزاف بزاف. المهم اخوتي ما تنساوش واحد لايك واحد سبسكرايب واليوتيوب كامل ديروا على ودكم نتوما باش تعرفوا داكشي كيفاش كيكون زعما التورناجات واللعيبات كما قلت لكم فيديو اللي فات. والنيكست فيديو تلقاو يمكن ديال التورناج ديال التصوير كيفاش كيدوز التصوير مع احسن ممثلين ان شاء الله. المهم تنساوش فوتو على الدابا كيف ما قلت لكم، انستغرام ديالي تلقاو في الديسكريبسيون ياسين نقطه صواب 96 هو طالع لكم هنايا. شحال حاجه غادي تلقاوها في الديسكريبسيون كلشي، ايبي جيمز يو بلاي ستيم ديالي كلشي غادي تلقاوه تما. ما تنساوش الدراري تدعمونا بواحد لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو وكراشات بزاف حتى عطلت عليكم، وسيبورتوني في كرياتور حتى هو اللي تلقاوه في الديسكريبسيون في الكومونتير. المهم بيس عليكم كنبغيكم بزاف بزاف. حقا نسيت اشكركم اشكركم. المهم حجيت الفيديو او تجبابا كنشكركم بزاف على 20000 ابوني، وما كرهتش نقول لكم فرحه اللي باش حسيت، وما كنتش مصور غير انكم غادي تبارطاجيو الفيديو ديالي وتوصل وصل اكثر من 50000 فيو. كنشكركم بزاف 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 على الدعم اللي درتو، وانا ندير فيديو يوتيوب غير على ودكم باش نعاونكم نتوما ونعاون راسي ونعاون بزاف الناس، وشكرا لكم بزاف. بيس.